هل سمعتم عن قصة الفنان الكبير أحمد السنيدار والتي لا يعرفها الكثيرين مع قصيدة النشيد الوطني الحالي لليمن رددي أيتها الدنيا نشيدي؟ قبل أن تنتقل القصيدة للفنان الكبير أيوب طارش، ما هي حكاية حفلات السنيدار التي أحياها في السبعينات هناك في أوروبا، ولمن تبرع بأجورها يا ترى؟ كيف ساهم السنيدار في إثراء اللون الغنائي الصنعاني واليمني بشكل عام، وما هو دوره النضالي في ثورة 26 من سبتمبر وفي الدفاع عن صنعاء إبان حصار 70 يوم؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول في هذا الفيديو الإجابة عنها من خلال مرورنا السريع على أبرز المحطات في حياة الفنان الكبير والقدير أحمد السنيدار، فابقوا معنا. أحمد بن أحمد السنيدار فنان وملحن من مشاهير الغناء اليمني، له دور في إحياء وتطوير التراث الغنائي اليمني القديم واللون الصنعاني على وجه الخصوص المعروف بثرائه وصعوبته. ولد أحمد السنيدار في حارة الأبهر في صنعاء القديمة سنة 1939، أحب الغناء منذ الصغر، حيث كان والده يمتلك عودا صنعانيا يستخدمه ضيوفه من أصدقائه الفنانين في المقيل. تأثر بالفنان قاسب الأخفش وأحمد طاهر الكوكباني وغيرهم من فناني تلك الفترة. بداية ظهوره الفني في منتصف الخمسينات من خلال إذاعة صنعاء، كانت أول أغنية أذيعت له أغنية أراك طروبا وهي من جلسة خاصة، أما أول أغنية سجلت له في الإذاعة رسميا فكانت يا من بحبه قد بلاني. حصل على منحة دراسية لدراسة الموسيقى في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1960، وعند قيام ثورة 26 من سبتمبر قطع دراسته بالقاهرة وعاد إلى اليمن، وساهم من خلال أناشيده الوطنية في دعم الثورة السبتمبرية. في عام 1967 انتقل للعمل في إذاعة صنعاء بطلب من قائد الثورة الرئيس الراحل عبد الله السلال، وتحديدا في إدارة تنسيق البرامج، حيث كان قبلها يعمل بإدارة الهاتف بوزارة المواصلات، ثم تم تكليفه بالعمل بإذاعة تعز التي أقيمت بمساعدة خبراء مصريين، وعمل بإدارة تنسيق البرامج المكتبية. أثناء حصار صنعاء من قبل الملكيين كان في تعز، لكنه عاد فورا إلى صنعاء وحمل السلاح مع زملائه للدفاع عن الإذاعة مع استمرار عمله في إدارة تنسيق البرامج. أما قصته مع النشيد الوطني رددي أيتها الدنيا نشيد، كانت هناك عدة محاولات لتلحين قصيدة رددي لأكثر من فنان كأحمد قاسم ومحمد محسن عطروش وأحمد السنيدار، الأخير هو الأبرز، فقد كتب كلماتها الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان وسلمها لقيادة المظلات لتبحث بدورها عن فنان مناسب لتلحينها، فسلمتها أولا للفنان أحمد السنيدار لكنه تأخر في تلحينها، فعثر الفنان أيوب طارش على هذه القصيدة أثناء تواجده في مقيل في منزل الرئيس السابق الغشمي، وسلمت له وقام بتلحينها. ومع اقتراب العد التنازلي للحفل السبتمبري فاجأ السنيدار جميع المهتمين بتلحينها، واعتبر أنه الأحق والأولى بتقديمها، غير أن شاعرها الأستاذ عبد الله عبد الوهاب نعمان فضل التصويت لصالح رفيق دربه الفنان أيوب طارش. ولإرضاء الفنان الكبير السنيدار وحتى لا يذهب لحنه سدى، تدخل صديقه الشاعر حسن اللوزي وزير الإعلام السابق وكتب قصيدة وطنية أخرى على نفس وزن وسياق قصيدة رددي ليقوم السنيدار بتركيب لحنه عليها، فكانت أغنيته الوطنية الرائعة أسعد يا أرض بلقيس الجميلة. أحيا العديد من الحفلات الغنائية في اليمن وفي مختلف البلدان العربية والأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أحيا أولى حفلاته بالخارج في عدة مدن بريطانية سنة 1973، وسجل له التاريخ موقفه القومي الرائع عندما تبرع بأجور كل حفلاته في بريطانيا لصالح دعم الجيش العربي في حرب أكتوبر ضد إسرائيل، وحولها مباشرة للسفارة المصرية والسورية حينها. في بداية الثمانينات انتخب أمينا عاما لنقابة الفنانين، وتم تكريمه عام 1982 بمنحه وسام الفنون من الطبقة الأولى من قبل رئيس الجمهورية حينها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، كما نال العديد من الأوسمة وشهادات التقدير من الدولة وعدة جهات أهلية وشعبية.
الفنان السنيدر هو أيضا عضو لجنة التحكيم في اتحاد المبدعين العرب في جمهورية مصر العربية وعضو اتحاد الموسيقيين العرب، كما عين مستشارا ثقافيا في سفارة اليمن بالقاهرة. وأسس المركز الثقافي اليمني بالقاهرة والذي ساهم بشكل فاعل في إبراز الفن اليمني الغنائي والإنشادي من خلال تنظيمه لمشاركات اليمن في العديد من الفعاليات الفنية بجمهورية مصر، بما فيها المشاركة في فعاليات دار الأوبرا المصرية. ختاما، لم يكن الفنان القدير أحمد السنيدار فنانا عابرا أو عاديا، بل أيقونة فنية ساهمت بشكل مؤثر في إبراز اللون الغنائي اليمني الصنعاني وتحديثه ونشره، حتى أصبح أحد أهم محدثي هذا اللون وأبرز صانعي. زد على كونه مطربا فنانا، هو أيضا صانع ألحان بارز وشاعر أيضا، فله العديد من الأغاني التي قام بصياغة كلماتها بنفسه، مثل أغنية كم لي مراعي لك وأغنية حبيبي ما أحلاه وغيرها.